اكتمل وصول أفواج حجاج الجمعية الأهلية إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية استعدادا لأداء مناسك الحج، حيث وصل الأربعاء إلى مكة المكرمة آخر الأفواج الذي يقدر عدده ب467 حاجا، ليصل بذلك إجمالي حجاج الجمعية الأهلية إلى 5250 حاجا وصلوا إلى الأراضي المقدسة. وفتحت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج خط تواصل دائم مع مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية لمتابعة أوضاع حجاج الجمعيات الأهلية والاطمئنان على الحالة الصحية الخاصة بهم وتقديم كل الخدمات لهم. كما وجهت القباج بضرورة متابعة وتفقد المخيمات على صعيد عرفات ومنى لضمان توفير جميع الخدمات للحجاج.